الرئيس السيسي يزور الإمارات اليوم لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. الأمم المتحدة تدين الهجوم الصاروخي قرب مقر إقامة رئيس البرلمان العراقي وتعتبره محاولة لخلق الفوضى. وتنسيق أمريكي أوروبي لتشجيع روسيا على تهدئة التوترات على حدود أوكرانيا. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. والبداية بالعلاقات المصرية الإماراتية. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة، حيث من المنتظر أن يبحث الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والإمارات، فضلا عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، وذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية. وترتبط أبو ظبي والقاهرة بعلاقات تاريخية أرسى دعائمها الأب المؤسس لدولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، من خلال قناعة راسخة بمكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة. تمثل العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الأشقاء، ليس فقط لأنها ترتكز على ميراث تاريخي من الاحترام والتقدير المتبادل بين قيادتي الدولتين، وإنما أيضا لأن هذه العلاقات تتطور باستمرار في مختلف المجالات حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وتستند العلاقات بين البلدين على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وأهمية التعامل مع هذه المتغيرات بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي. وقد شهدت العلاقات السياسية بين مصر والإمارات دفعة قوية عقب ثورة 30 يونيو، خاصة مع الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. اقتصاديا، تحتل الإمارات المركز الأول من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر نحو 15 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2020 نحو 7.5 مليار دولار. كما يجمع البلدين منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات حيوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ويعد مجلس الأعمال الإماراتي المصري خطوة مهمة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري بينهما إلى آفاق أرحب. عسكرياً، شرعت مصر والإمارات في إجراء شراكات متواصلة في مجال التعاون العسكري بمشاركة الجيشين في تدريبات عسكرية مشتركة وتعزيز قدرات القوات المسلحة لمواجهة التحديات المختلفة، فمن زايد إلى خليفة مروراً بسهام الحق وصقور الليل،
مثلت التدريبات العسكرية أحد أوجه التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وأبو ظبي، وأكدت العلاقات التاريخية بين البلدين. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن مصر دولة حليفة رئيسية من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو. وصفت الوزارة في بيان لها مصر بأنها شريك استراتيجي مهم في منطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن واشنطن ستعمل على تحسين قدرات مصر لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتعزيز قدرتها الأمنية. في شأن آخر، تتواصل أعمال إنشاء المدينة السكنية دار مصر 3 بشمال قطاع غزة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بمساعدة الأشقاء في عمليات إعادة الإعمار في القطاع. المزيد في التقرير التالي الذي أعدته منى عكل مراسلة إكسترا نيوز في غزة. هنا في غزة، مهما كانت الظروف، كل لحظة منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الوعد بإعادة الإعمار تحمل إنجازاً جديداً، جولات تفقدية لضمان سير العمل، واجتماعات لا تتوقف، وقرارات مدروسة تعبر عن الاهتمام الحقيقي لسير عجلة الإعمار بما يضمن إنجازاً سريعاً، ما جعل من موقع مدينة دار مصر 3 ورشة عمل لا تتوقف. احنا هنا النهاردة في دار مصر 3، طبعا اعمال الحفر ل 50% من العمارات انتهت، وشغالين في اعمال الخرسانات العادية، وعندنا ابتدينا كمان في الخرسانات المسلحة، وطبعا احنا مزودين ساعات العمل طبعا حسب تعليمات سيادة رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشاريع الاعمار. إذن فقد وضع الأساس وبدأت الكتل الإسمنتية بالظهور على سطح الأرض، أمر جعل من هذا الموقع محط أنظار للغزيين الذين يحلمون بانتهائه ساعة بساعة، مع حرصهم الدائم على إظهار مشاعر الامتنان للشقيقة مصر. وإحنا بنشكر الأخ السيسي والشعب المصري كله، للأمانة ما جهودهم معانا مع الشعب بتاعنا. كل احترام للجهود المصرية والوفد المصري والإخوة المصريين اللي عاملين في المشروع، وإحنا بنحييهم وبنشكرهم وبندعمهم يعني، وبنقف مع جانبهم يكونوا للأمام دائما إن شاء الله. وإحنا مبسوطين منهم وإن شاء الله ربنا يوفقهم في عمل هذه المدينة لها الشباب ولها الناس اللي دورها مهدومة والناس اللي وضعها صعب، وإحنا بنشكرهم يعني على هالعمل الطيب. بعيداً عن كل ما هو نظري، فإن العمل على إنجاز مشاريع الإسكان الثلاث لضمان تأمين أكثر من 3000 عائلة فلسطينية دفع العمال في مواقع العمل الثلاث لبذل أقصى مجهود ممكن تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التنموية على أرض غزة الأبية. على مدار الساعة لا تتوقف هذه السواعد والآليات عن العمل لتساهم في تحقيق أحلام آلاف العائلات التي تنتظر أماناً في مستقبلها. منى عكل، إكسترا نيوز، غزة.
في الشأن العراقي، أدان الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم الصاروخي الذي طال مقر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الأنبار مسفرا عن إصابة مدنيين. وصف صالح الحادث بأنه عمل إرهابي مستنكر وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية، داعيا إلى رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلاد وتستجيب لتطلعات الشعب العراقي. استنكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ينامي الهجوم الصاروخي قرب مقر إقامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الأنبار. وقالت البعثة في تغريدة لها عبر صفحتها في تويتر إن هذه المحاولة جبانة لخلق الفوضى، داعية السلطات إلى تكثيف الجهود لمنع مثل هذه الأفعال والقبض على الجناة. أعلنت القوات العراقية عن إحباط محاولة تسلل لداعش جنوب قضاء سنجار، حيث تمكنت القوات من التصدي للعناصر الإرهابية التي كانت تحاول التسلل للقضاء على ما أجبرها على الفرار. أما في الشأن الأوكراني فقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا توجد نية لنشر قوات أمريكية أو تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، وذلك بعد وقت قصير من وضع الولايات المتحدة ل8500 جندي في حالة تأهب لتعزيز الحلف العسكري الغربي. كما أكد بايدن مجددا أن روسيا ستعرض نفسها لعقوبات اقتصادية كبيرة في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا، وأن العقوبات يمكن أن تصل إلى حد فرض إجراءات يمكن أن تستهدف شخصياً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. استقبلت أوكرانيا دفعة ثالثة من شحنات أمريكية تضم كميات من الأسلحة والذخائر. وقال وزير الدفاع الأوكراني إن الشحنة الجديدة تأتي في إطار زيادة شركاء أوكرانيا لحجم المساعدات العسكرية المقدمة لها. يذكر أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في العام الماضي. حذرت واشنطن موسكو من استخدام إمدادات الوقود كسلاح في الأزمة الأوكرانية. وأكد مسؤول أمريكي أنه يجرى وضع خطة طوارئ لحماية إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي في ظل الأزمة مع روسيا، كما أضاف أن العقوبات الروسية قد تشمل قيودا تجارية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيرته البريطانية إليزابيث تروس هاتفيا تقييم الالتزامات الأخيرة لردع روسيا عن حشدها العسكري في أوكرانيا وبالقرب منها. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن واشنطن ولندن تنسقان مع بعضهما البعض وكذلك مع حلف شمال الأطلسي لتشجيع روسيا على تهدئة التوترات والالتزام بمسار دبلوماسي. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1809 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 35 حالة وفاة. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى خروج 1783 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ل
ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 347 ألف حالة. أكدت منظمة الصحة العالمية أن العالم ما زال يمر بالمرحلة الحادة من جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الفيروس لم يصل لمرحلة الفيروس الموسمي حتى الآن. وأوضحت الدكتورة رنا الحاجة مديرة إدارة البرامج للمكتب الإقليمي بالمنظمة لإقليم شرق المتوسط أن المنظمة لا زالت تعتبر الجائحة مستمرة، وأن هناك زيادة كبيرة في أعداد الحالات المصابة بهذا الفيروس. تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لأول مرة حاجز 10,000 إصابة، وذلك وسط استمرار للمخاوف من زيادة الانتشار السريع لسلالة أوميكرون. وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض عن تسجيل أكثر من 13,000 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية. أما فرنسا فقد أعلنت عن تسجيل أكثر من 500,000 إصابة بفيروس كورونا. قالت السلطات الصحية في البلاد إن البلاد سجلت 501,635 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى 363 وفاة جراء الفيروس. بوتيرة متسارعة يواصل فيروس كورونا وسلالته الأسرع انتشاراً تسجيل المزيد من الأرواح والإصابات. في فرنسا قالت وزارة الصحة إن البلاد لم تتجاوز بعد ذروة الموجة الحالية من فيروس كورونا، فيما فرضت البلاد قيوداً أكثر صرامة على الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 وسط زيادة متسارعة في معدل الإصابات. في المقابل أعلنت بريطانيا إلغاء اختبارات فيروس كورونا على المسافرين المطعمين بالكامل، إذ أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه مع استمرار انخفاض إصابات متحور أوميكرون فقد حان الوقت لفتح البلاد بالكامل للعمل والسفر. وفي كوريا الجنوبية تجاوزت الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا 8,000 للمرة الأولى وسط انتشار سريع للمتحور أوميكرون برغم تمديد قيود التباعد الاجتماعي الصارمة في البلاد. أما في اليابان فقالت الحكومة المركزية إنها بصدد توسيع نطاق حالة شبه الطوارئ المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا لتشمل 34 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد. وأوضحت الحكومة أن حالة شبه الطوارئ تستهدف تقليل الضغط على نظام الرعاية الصحية ومنع النقص في العاملين الأساسيين الذي قد ينجم عن زيادة الإصابات. وعلى صعيد اللقاحات أعلن البيت الأبيض أن 70% من كبار السن في الولايات المتحدة محصنون بالكامل ضد فيروس كورونا، فيما تلقى 80% منهم على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس. وعربياً أعلنت السلطات الصحية في الأردن أن البلاد تشهد طفرة هائلة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا. أما في العراق فدفع انتشار فيروس كورونا وخاصة المتحور أوميكرون السلطات التعليمية لتعطيل المدارس في عدد من المحافظات لتفشي الوباء الكبير بين التلاميذ والكوادر التعليمية. توفي صباح اليوم الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات وتوفي على الفور. ونعت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الكاتب الصحفي ياسر رزق، مضيفة أن صاحبة الجلالة فقدت قلما حرا ورمزا وطنيا متميزا، ومشيرة إلى مشاركاته الإيجابية في نشر الوعي والتنوير بين أبناء الوطن.
يواجه المنتخب الوطني في 6 مساء اليوم منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات دور 16 من بطولة الأمم الأفريقية. وكان المنتخب الوطني قد اختتم تدريباته استعداداً للقاء، حيث شارك في المران جميع اللاعبين، بينما واصل اللاعب محمود الونش تدريباته التأهيلية. طالب قائد المنتخب الوطني محمد صلاح جماهير الكرة المصرية بالوقوف خلف منتخبها، مضيفا أن جميع اللاعبين متحمسون ولديهم الرغبة الأكيدة لتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، ويجب أن يشعروا بأن جماهيرهم تدعمهم في كل الأوقات. أنا مبسوط مع اللعيبة 100%، علاقتي باللعيبة كويسة جدا، وما افتكرش أن في حد اتكلم عليا كلمة وحشة، وأنا كلمت على حد كلمة وحشة في الملعب. بحاول أساعد اللعيبة على قد ما أقدر بالخبرات اللي كسبتها بره او جوه، بحاول ادي كل حاجه للمنتخب على قد ما اقدر، بس بحس ان في ناس شويه مستنيه اي حاجه عشان تتكلم على صلاح او على لعيبه تانية. للاسف اللي احنا عايشين عصر السوشيال ميديا، كل ما بتكبر شويه الجماهيريه بتاعه المنتخب ما بقتش موجوده زي الاول. الناس بقت بتشجع الانديه، اللعيبه الجمهور بيشجع اللعيبه وبيشجع الانديه، ودي حاجه ما كانتش موجوده الاول. حاجة قسمت المنتخب، قسمت الكرة المصرية عامة. بقى دلوقتي بتشوف صفحات معمولة بس عشان تدافع عن لعيبة أو عشان تدافع عن أندية، وهما فاكرينها حاجة كويسة. هي مش كويسة. أنت ممكن ما تضرش صلاح عشان أنا مريت بالحاجات دي، بس لعيبة تانية لسه جاية صغيرة، ده كله هيضرها، ده كله بيخلي اللعيب نفسه مركز على نفسه بس وخلاص. من أجل خطوة مهمة لتحقيق اللقب الثامن لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، يواصل المنتخب الوطني استعداداته في الكاميرون تحضيراً للمباراة المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار في 6 الأربعاء ضمن منافسات دور 16 لأمم إفريقيا في نسختها 33. المنتخب أدى تدريباً مغلقاً في مدينة دوالا تحت قيادة المدير الفني كارلوس كيروش، وذلك على ملعب جابوما أنيكسي المخصص للتدريبات. كما وصل المدافع محمود حمدي الونش تدريباته التأهيلية بالكرة. وكان المنتخب قد أدى تدريباً بدنياً في قاعة متخصصة بمقر إقامته في مدينة دوالا الكاميرونية، فيما وصل الجهاز الفني سلسلة اجتماعاته فيما بين أعضائه ومع اللاعبين للتحضير للمباراة. لاعبو المنتخب قاموا بجولة تفقدية إلى استاد جابوما الذي سيستضيف المباراة تنفيذا للائحة المنظمة للبطولة، وأبدى كيروش بعض ملاحظاته لمسؤول المباريات بالاتحاد الإفريقي الكاف. جدية وتركيز داخل بعثة المنتخب الوطني في دوالا لتحقيق تطلعات المصريين والفوز بالنجمة الثامنة للكان لتعزيز الرقم القياسي للفراعنة للفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب في أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010. كما يعد المنتخب المصري أكثر المنتخبات مشاركة في البطولة القارية. وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظات برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية ونشاط الرياح المتوقعة. وأكد شعراوي أن التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي طوارئ، وذلك في ضوء متابعة تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود حالة من التقلبات الجوية السريعة والحادة وسقوط الأمطار ونشاط الرياح على عدد من محافظات الجمهورية خلال اليومين القادمين. هذا وتشهد محافظات الجمهورية موجة من الطقس السيء والصقيع مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، كما شهدت القاهرة وعدد من المحافظات تساقط أمطار غزيرة، خاصة محافظات السواحل الشمالية من الإسكندرية إلى مطروح.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً، قد يصاحبها حبة برد على محافظات السواحل الشمالية. قال محافظ القاهرة خالد عبد العال إنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقا للحالة الجوية، مشيرا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس. وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقي بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها. كما أشار المحافظ إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لعمل التحويلات المرورية اللازمة في حالة الحاجة لضمان السيولة المرورية بالشوارع. أما في الإسكندرية فقد أعلنت المحافظة تعطيل العمل بالمصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها والمدارس والمعاهد الأزهرية اليوم الأربعاء، عدا كل الصفوف التي تؤدي الامتحانات والمسؤولين عنها والمرافق الحيوية، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسوء الطقس. وأكدت المحافظة أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على تسهيل الحركة المرورية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات موجة الطقس السيء والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً على سلامة المواطنين. في ختام هذه النشرة إليكم تذكرة بأبرز ما ورد فيها من عناوين. الرئيس السيسي يزور الإمارات اليوم لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. الأمم المتحدة تدين الهجوم الصاروخي قرب مقر إقامة رئيس البرلمان العراقي وتعتبره محاولة لخلق الفوضى. وتنسيق أمريكي أوروبي لتشجيع روسيا على تهدئة التوترات على حدود أوكرانيا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. قدمت لكم هذه النشرة أنا إنجي طاهر، دمتم في أمان الله.